الهامش الجولة اللي قام بيها النهاردة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمحافظة الفيوم. بيسعدنا يكون لنا لقاء خاص مع معالي الوزير عشان يكلمنا أكتر عن الجولة التفقدية اللي قام بيها النهاردة وأبرز المشروعات اللي تم تنفيذها في محافظة الفيوم وبالتحديد طبعا المبادرة الرئاسية حياة كريمة. معالي الوزير يعني طبعا يعني بعد يوم شاق ويوم متعب برحب بحضرتك معانا وبشكر حضرتك على وقتك وعلى يعني حضرتك شرفتنا وعايز أتكلم عن الجولة النهاردة أبرز ما تم في هذه الجولة ويعني شايف إن في نقلة كبيرة في محافظة الفيوم وفي التحديد الكرة الأكثر فقرا. الحقيقة بالفعل اليوم جولة تفقدية مع أخي وزميلي الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وزملائي من كافة أجهزة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتفقد المشروعات التنموية التي تطلع بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المحافظة. وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديها أربع محاور عمل ضمن مشروع حياة كريمة. المحور الأول هو مكاتب البريد التي نطورها لتليق باستقبال المواطن المصري في كل قرى التابعة لحياة كريمة وأيضا لمدن محافظة الفيوم. النهاردة تفقدت مجموعة من هذه المكاتب وتأكدت من حسن سير العمل فيها ورضاء السادة المواطنين الموجودين بها على مستوى الخدمات. المحور الثاني هو رفع كفاءة الإنترنت المحمول واستعرضت مع سيادة المحافظ خطة إنشاء الأبراج في محافظة الفيوم لهذا العام إن شاء الله تكون ضعف ما بني في العام 2020 بإذن الله. المحور الثالث الذي تفقدناه اليوم هو محور التنمية البشرية. المحور الرابع يمكن الذي يعني أتى بنا إلى قلهانة لكي نتفقد توصيل شبكة الألياف الضوئية وبالتالي الإنترنت فائق السرعة إلى كل منازل حياة كريمة. ضمن خطة حياة كريمة أن تصل كل المرافق الأساسية اللازمة للحياة الكريمة. هذه المرافق لا تقتصر على الصرف الصحي والماء النقي والكهرباء فقط وإنما أيضا الإنترنت فائق السرعة نعتبره ضمن الخدمات الأساسية والمرافق الحيوية التي ينبغي أن تصل لكل بيت في كل قرية من قرى حياة كريمة.